في أعقاب جولتين مثيرتين دوري المجموعات يستأنف نشاطه من خلال الرحلة الثالثة، جولة ثالثة مثيرة جدا. تشكيلة الفريق على الشاشة، واضح من الرسم التكتيكي أن الفريق يلعب طريقة 3-4-3 الهجومية اليوم. هذه هي تشكيلة الفريق على الشاشة. الفريق يستخدم أيضا الخطة 3-4-3 الهجومية. انتهى الكلام، انتهى الانتظار، الآن المباراة تبدأ بلغة الأقدام. في مكان مناسب للتمرير والفرصة ما يضيعهاش. كرة طويلة تمشي للطرف، كرة خرجت ضربة مرمى، الكرة الجميلة الأخيرة اللي كنا نشاهدوا فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس. هجوم رائع ينتج عنه التمرير عرضي للكرة، كانت فرصة متاحة لاستغلالها لكن سوء التمريرة يبطل الهجمة. الهجمة كانت منظمة ممتازة جدا لكن في الأخير خسر الكرة. بعد كرة خاطئة وكرة سيئة ستعود المباراة من رمية الجانب، كرة تلعب باليدين تماس. الاستحواذ يتواصل على الكرة في كرة ثنائية. كرة ترجع له بعد ما كان مررها من لحظات.
كرة ممتازة، باس في مكانه. الفرصة السانحة لتنفيذ التمريرة العرضية، تسديدة، يا الله، لما ينوب القائم عن الحارس ويقول لا لدخول الشباك. واحدة اثنين جميلة والكرة ترجع له. أكيد لدينا فرصة هنا. كرة تمشي باتجاه الحارس، كرة رائعة وجول. فنشاهد هذا الهدف من زاوية أخرى. بعد 45 دقيقة أولى ننتهي أصدقائي المشاهدين. حسب رأيي الشوط الأول كان ممتاز عبد الله. الفرصة السانحة لتنفيذ التمريرة العرضية، تسديدة وكرة باتجاه الحارس. يا الله، لما ينوب القائم عن الحارس. كرة تمشي باتجاه الحارس، كرة رائعة وجول. لحظات وتبدأ الفترة الثانية من المباراة. فرصة باش توصل الكرة لمنطقة المرمى. كرة ممتازة، تحس الفريق يلعب مرتاح نسبيا. اللعبة بين اثنين، خذوا هات. تسديدة وكرة على الجول، تصدي عظيم لحارس أعطى. من جديد هدف التعادل. أظنه من الأهداف الجميلة اللي شاهدتها. من الصعب جدا على حارس المرمى أن ينقض مرة أخرى على الكرة، لذلك قام بالتصدي في المرة الأولى، ولكن في المرة الثانية عليه أن يرى الكرة تسكن شباكه. لنلقي نظرة أخرى على الهدف.
لا زال الامتلاك بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها. بناء جيد جدا للكرة الأخيرة ولكن فقدوا الكرة في النهاية. صراع كبير للكرة، كرة سهلة للحارس. كرة ممتازة، يسلم ويستلم مرة أخرى. محاولة بدأت بامتياز، كرة منظمة وسريعة ولكن في الأخير مفتكت منهم الكرة. يبدو أن الحكم كثير التساهل في مباراة اليوم، الحائط الدفاعي لم يحترم القانون والمسافات أبدا. حقيقة كان ممكن يأخذ الأسبقية من جديد لولا هذه الفرصة اللي ضاعت. الجميلة الأخيرة اللي كنا نشاهدوا فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس. كرة عرضية، مطالبة بركنية لكن الحكم يقول 6 أمتار. الريبلاي نكتشف الهدف اللي سجلوه هو تعادل. الاستحواذ يتواصل على الكرة في كرة ثنائية. ما زالت المحاولات متواصلة لإيجاد الثغرة. تسليم واستلام والكرة يبدأ فيها اتاك.
ما زال التعادل يسيطر على نتيجة المباراة في الدقائق الأخيرة. صفرت نهاية المباراة. المواجهة على تعادل على مستوى النتيجة، والمستوى أيضا في الأداء كان متعادل، وبالتالي اليوم الشعار لا غالب ولا مغلوب. تعادلوا بالنتيجة، تعادلوا بالهجمات، تعادلوا بكل شيء في هذه المواجهة، حتى في نسب الاستحواذ على الكرة ليس هناك من فارق كبير بين الفريقين. فرصة سانحة لتنفيذ التمريرة العرضية، تسديدة وكرة باتجاه الحارس. يا الله لما ينوب القائم عن الحارس، كرة تمشي باتجاه الحارس، كرة رائعة وجول. تسديدة وكرة عن جول، يخطف الكرة وهي في طريقة ممكن يحدث خطر. من جديد هدف التعادل.